الله وبركاته. مقطع جديد وآسف آسف كثير يعني خلص آسف ما تستفيد منه. أنا اليوم رح نلعب بلاي ستيشن لعبة فيفا، كثير من العالم بتعرف لعبة فيفا، لكن 2019 ما حلعبها 2020. Let's go. يلا الله بركاته. طبعا نفس ما قلناكم نلعب بلاي ستيشن، وهلا رح العب ضد الانترنت دائما بنلعبه. خلينا يلا. ويا جماعة هلا طبعا دخلنا، جاهزين؟ يلي جاهز لا تنسى اللايك 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 اللايك، بدنا ندعم القناة باللايكات بس، هذا هو اللي بدنا اياه. يلا طبعا بلشت المباراة. هاي كرة إلي، هاي كرة إلي، ابعد ابعد جول 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 جول. من أول مباراة سكت هسكت طبعا، عفوا من عم بيلعب معي. كرة ما سريع يول، فين كرة؟ عزيزي شوف الهدف هذا، شوف شوف التقنية، شوف الجول. لا 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 يلا خلينا نشوف. أرجوك أرجوك بعد، ابعد معي مين صار في الشارع. كمل المباراة طبعا، خلينا نكمل. هدف واحد حمار، عفوا وين الطابة؟ وين الطابة؟ الشاشة زفتة، أنا أدور على الطابة. أي هذيك، يلا روح. لا 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 اوريك لا لا لك تعال. هي تعال تعال يا حبيبي تعال. طبعا شعار الجديد هو اللي حيطلع لكم هو 2020، اكتب تحته بدكم كل العالم وامنا نرجع لاسم ملهم. جول 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 مين؟ وحش لوكاكو. بس هلا راح طبعا لوكاكو لفريق الثاني. 2-0 لليونايتد. اوري له هذا الورق. صعب شوف 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 كيف شوف كيف تقنية. وين 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 طابع؟ فين طابع؟ وين طابع؟ يلا يا اخي يعني لعب مباراة وما شايف شيء. اي اي اعطيه اعطيه. مع مين مع مين مع مين مع مين مع مين؟ غش اللعبة قدامكم يا جماعة، شفتوا الغش؟ ما في ليك الشاشة متهل صور من لا ليك 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 اسماش. هذا مش علي، هذا مش مو علي مو علي مو علي. تا 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 وهاي جول. لا 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 ليش لك؟ لا طب طب وين طب وين طب وين طب انت
هاي باخذها من هنا. زين لا كمان لك ليش كاميرا خلينا هنا حبيبي على فكرة ما يلوم على الظالم بس أنا الهداء أنا يونايتد ليفربول مين بده يسمع تعليق يشوف حط لايك قبل كرة سريعة متوسطة صوتي مش عفوا يا اسف طب وين الطابة وين الطابة وين الطابة طب انت عيني هلا لا لا تروح لها لا تروح شوف شوف لا الله ستر شوف هاي المباراة راح تنتهي على يدي بالهدف الثالث ان شاء الله شوف شوف التعليق هنا هذا الله كرة زفتة حرام اخذها الوحش الهداف لوكاب لا 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 يعني شو عم بيصير يا جماعة شو عم بيصير هاي تسميها مباراة يا الله على فكرة خدها ما عليك ما عليك لك خبس لك الكرة مع مين كل شي اللي قول كل شي اللي قول بهدلة بهدلة الله يسلم بعد ارفع نسي ولا ما بس كمان يعني نص بنص كمان متعشرك الأول جماعة ونكون أساوي تبديل شفنا كيف لعبت شفتوا يعني أنا عم بلعب يعني قد ما بقدر على هذا الشيء شوف الأهداف خلينا نشوف لو استحواذ خلص 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 يلا خلينا نروح على التشكيلة ونشوف لا استوب خلينا نروح ويلا يلا دخل ليك 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 الكاميرا شو صرت وقت بدي اكون فوق الطابة مع اللي بدو يلا بطبطبطن دن 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 ما لك انا مو شايف له
شو عم بيصير؟ فيني هاي نهاية القصة وهاي لأنه طبعا هو تحدي مقرف جدا جدا طبعا إذا بتعرفوا مايكل أنجلو مين منكم بيحب لعبة توم برايدر نعمل فيها تختيمات كتير شغلات طبعا هذا اللي حكى أخي خلينا نكمل هلا يعني أنا ما أعرف عمل طابة هو أسف التحدي ممكن أشوف لا أمان لا تروح لهني لا تروح لهني خلص يا خسيجة قول بس لا تروح لهني في تطور شوي ما عم نحكي فيه خليني اعرف العب يا زلمة شو يعني ليش ما راح استبدل اليوم لا خلينا هلا نضل اثنين واحد طبعا رح تنتهي حلقتنا قربت كتير باقي شوي خلصت شوف 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 الله عليك طب شو صار شو صار بدي افهم شو صار عم بسبب اني مو شايف تعمل طابة صارت